لو انت شغلك مكتبي وبتقف كتير او بتمسك الماوس لفترات كبيره، بتكتب كتير للمذاكره او الشغل، بتعمل عادات غلط زي طريقه قعدتك او نومك، كمان عاداتك الغذائيه غلط، انت ممكن يكون عندك مشكله في الاعصاب. طب ايه اعراضها؟ تنميل وخز في الاطراف، ضعف في الاحساس وصعوبه حركه الاطراف، بتحس بمشكله في المعصم ومش قادر تحركه، وكمان عندك مشكله في السيطره انك تمسك حاجات معينه، عندك فقد على القدره في التحكم في العضلات، عندك ضعف في العضلات او فقدان القدره على التحكم في البول والشعور كمان بالدوخه، عندك اصابه بعرق النسا، انت ممكن يكون عندك مشكله في الاعصاب. كمان ممكن يكون بسبب نقص فيتامينز معينه في جسمك، عشان كده بنفكرك ان اسباب مشاكل الاعصاب كتيره، لكن دايما بنعالج السبب عشان تتخلص من العرض. طب هنا المشكله عند ناس كتير بنشوفها في العياده، مشكله الغضروف معروفه، ان انا كنت بشيل حاجه تقيله، او ان انا برفع حاجه معينه، او ان انا حصل لي حادثه، او ان انا اتخبطت، فبالتالي عمل لي ضغط على الغضروف مره واحده، فعمل لي مشكله في الغضروف. وهنا الحالات دي تشخيصها صعب، وده اللي مش بنشوفه كتير، لكن اللي بنشوفه كتير ان حد شغله مكتبي، حد شغله ما فيهوش مجهود بدني، لكن بيقعد فترات كبيره جدا، بيستخدم جسمه فترات كبيره جدا، وده من اهم الاسباب اللي بتعمل لي ضغط مستمر ودائم على الفقرات والغضاريف. ومن هنا المريض بيبقى مش عارف ايه السبب. دايما الدكتور لما راح له ساله، هو انت اتخبطت؟ هو انت حصل لك حادثه؟ هو انت ازاي عمودك الفقري بالشكل ده؟ علشان كده ممكن تكون البداية بسيطة، لكن بقالها فترة كبيرة جدا مستمرة على الغلط، فعمل لي مشكلة كبيرة جدا. علشان كده اهتمامك بتفاصيل استخدامك لجسمك، اهتمامك بالعادات الصحية اليومية، بيخليك تتجنب انك توصل لمشكلة كبيرة. علشان كده بنعيد تاني، عشان تعالج المرض لازم تعالج السبب عشان تخف العرض، والنهاردة بنقولك تجنب المرض علشان ما تدورش على السبب علشان تخف من العرض. يعني تجنب ان يحصل لك مشكلة، عشان لما يحصل مشكلة ما نقعدش ندور على السبب عشان تخف من العرض. البداية من عندك علشان تتجنب المشاكل والأمراض. علشان تعرف أكتر تابعنا على الويب سايت بتاعنا، وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.